انا مبسوطه ان انتوا حضرتوا معانا. اولا انتوا شرفتونا ونورتونا، وجودكم هو اللي عمل اليوم ده اصلا، لان احنا لو كنا جينا اتفرجنا لوحدنا وكنا انا مبسوطين كده. انا مبسوطه قوي لما شفت عارف انت لما خلص انا ما كنتش في الستبس كلها موجوده، يعني ما شفتش في المونتاج، ما اتفرجتش. قعدت طبعا اشتغلت على الفيلم في اسكندريه فتره طويله ومثلت الحمد لله يعني هناك، وذاكرت واشتغلت في الحاجات بتاعتي انا يعني تمثيلي. لكن بالنسبه للفيلم على بعض عمري ما شفته، اول مره اشوفه معاكم النهارده. سعيده بيه قوي، النتيجه خطيره، وكنتش يعني كنت متوقعه ان هو حلو بس هو فاق التوقعات بتاعتي. تمام يا استاذه رندا، بنباركك على الفيلم والف مبروك. شكرا قوي، والله النجاح اكتر. ميرسي لحضورك. شكرا. بشكركم جدا بجد لحضوركم يلا عايزين صور صوره حلوه.